يعني لو تشرح للسادة المشاهدين يعني فكرة دمج التنوع البيولوجي وازاي مصر كمان بتطبقها. ما زي ما قلت حضرتك، يعني ما هو التنوع البيولوجي لازم يكون من اول، من غير السياسات رفع الوعي لدى المواطن انه المحافظه على التنوع البيولوجي هو هام جدا بالنسبه له وبالنسبه للوطن او للدوله. فمن ضمن السياسات زي ما قلنا حضرتك تشجيع الحفاظ على المكونات الطبيعه، وفي الذات مثلا في محميات طبيعيه يجب ان لا تمس، وان هذه المحميات بنحافظ فيها على كل العناصر الايكولوجيه اللي موجوده في هذه المحميات حفاظا على هذه الموارد للمستقبل. ايضا تشجيع السياحه البيئيه، كمان يعني توفير فرص عمل، لان احنا لو خدنا هذه المحميات وتعاملنا معها بطريقه متوازنه بحيث ممكن يكون فيها مشروعات اقتصاديه لكن لا تضر البيئه ولكن تحافظ على الناس اللي موجودين، لان هذه المحميات بيبقى عايش فيها ناس بحيث انهم ما يلجؤوش الى استخدام يعني مثلا زي قطع الاخشاب وكده، لا يبقى هم عندهم من ضمنها السياحه البيئيه وعندهم خلق وظائف لمساعده هؤلاء الناس الموجودين، بحيث ان يبقى التوازن ده موجود باستمرار والتوسع في الانشاء والحفاظ على المحميات الطبيعيه. ده من ضمن الحاجه الثانيه، تكون في سياسات واضحه لاستخدام الموارد الطبيعيه بانواعها، وزي ما احنا شايفين عندنا مثال نهر النيل. ما نهر النيل ده يعني فيه عناصر ايكولوجيه كثيره جدا وهو مصدر المياه، وطبعا مصر حريصه تماما على الحفاظ على التوازن البيولوجي في نهر النيل، لانه في مكونات كثيره مش هو الميه بس، الميه وفيها اسماك، فما نرميش في مخلفات. طب دكتور سيد، حضرتك ذكرت يعني في كلام حضرتك حوالي مرتين مصطلح وهو استدامه النظم الايكولوجيه. تمام، يعني ايه هذا المصطلح؟ بنسمعه بقالنا فتره، ده معناه ايه؟ ما هو هو النظم البيئيه. طبعا كلمه ايكولوجيا ان كان هي كلمه مترجمه من اللغه الانجليزيه، لكن هي النظم الطبيعيه، بمعنى اي حضرتك لو احنا شفنا مثلا زي نهر النيل، هو مش فقط زي ما الناس متخيله هو فقط ميه، دي ميه وعايش فيها اسماك وعايش فيها يعني مايكرو اورجانيزمز او كائنات كثيره جدا، وهي متوازنه مع بعضها. لما احنا نرمي فيها مخلفات زي الصرف، نواتج الصرف الصناعي او ده كله بيأثر، يؤدي الى يعني قتل او قضاء الخلل. خلل في هذه الكائنات، هنا خلل في التوازن البيئي اللي هو بنقول عليه التوازن الايكولوجي. فاي منظومه هي فيها توازن بيئي يطلق عليه التوازن الايكولوجي او النظم الايكولوجيه.